من المتابعة والتحليل تنضم إلينا من رام الله الباحثة السياسية الدكتورة تمارا حداد. دكتورة تمارا، أهلا بك. تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة ولكل المتابعين الكرام. بعد 306 أيام من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كيف يمكن أن نرصد الوضع الآن على المستوى العسكري والميداني وانعكاساته على الواقع السياسي؟ طبعا هناك انعكاس اولا على اكثر من مجال، سواء كان على مستوى قطاع غزه او حتى على مستوى المنطقه الشرق الاوسط. ما زال حتى هذه اللحظه ان المنطقه على فوهه بركان قد تنفجر في اي لحظه ما، نظرا لحسابات قد تخطئ هذه الحسابات الدقيقه بين كلا الطرفين، سواء كان الجانب الاسرائيلي او اي احد من الاطراف التي تنطوي تحت اطار المقاومه برمتها، بمعنى تحت اطار القوى المتحالفه مع ايران، سواء كان حزب الله، بمعنى ان يوم امس يعني تم رصد أكثر من نقطة في خطاب نصر الله على ما يبدو يريد أن يحيد نصر الله إيران بأن عملية ردها أن تكون بطريقة غير مباشرة، وأراد أن يحيد النظام السوري بمعنى بشار الأسد، بمعنى أن يبتعد عن عملية الدخول في هذه المعركة. على ما يبدو أن نصر الله يريد أن يرسخ معادلة، وهو أن من يريد أن ينتقم أو يرده فيما يتعلق المنطقة الشمالية. لماذا ركز على هذه المنطقة؟ كونها الأكثر قرب حدودية جغرافية مع إسرائيل، بالإضافة أن هناك عدد كبير من الفصائل التي قد تتواجد مع حزب الله، سواء كان المقاومة الفلسطينية أو حتى عملية تواجد عدد من قوة الرضوان أو عملية تواجد عدد من الألوية التي أصبحت هناك تحركات من منطقة العراق، مثل لواء الفاطميون وكتائب بدر الحق وغيرها من الكتائب التي تنتمي إلى إطار إيران. تحركاتها أصبحت الآن سريعة من العراق إلى سوريا إلى منطقة لبنان، فبالتالي هم يريدون تحييد جهات على أساس أن يكون هناك ردا من جهة أخرى والتي أكثر قربا من المنطقة الشمالية. فيما يتعلق الواقع الميداني العسكري في أرض قطاع غزة، ما زالت العمليات العسكريه الاسرائيليه مستمره على ارض قطاع غزه حتى يشيروا الى واقع تحقيق اهدافهم الذي يزعمها نتنياهو انه يريد ان يحققها على ارض الواقع، وهي القضاء على حركه حماس. فيما يتمثل يوم امس كان هناك اختيار لرئيس المكتب السياسي السنوار، ايضا له دلالات معينه في وجهة البعد الميداني العمليات العسكري القادم. واضح تماما ان حركه حماس اتخذت قرارا ان الخيار العسكري هو القائم والراسخ لمجابهه هذا الاحتلال. واضح تماما ان حركه حماس هي رسخت ثقلها باتخاذ اي قرار فقط بيد يحيى السنوار، وان الخارج قد يكون لهم دور، ولكن في نهايه المطاف يعني هم يريدون ان يرسلوا رساله أن الذي قام بكل عملية طوفان الأقصى أو من فكر وخطط عليه أيضا أن يتحمل مسؤوليات أيضا في تبعياتها، أو عليه أن يتخذ القرار فيما يتعلق سواء كان المفاوضات أو استمرار الحرب أو عملية أن تكون هناك هدنة أو صفقة. فبالتالي أصبحت المسؤولية اليوم فقط شخص واحد وهو يحيى السنوار، وأيضا حركة حماس تريد أن ترسل رسالة سياسية تحديدا كرسالة تحدي للكيان الإسرائيلي، رسالة سياسية لإسرائيل بأن الحركة الآن اتخذت قرارا نهائيا بأن خيار المقاومة أو خيار عدم التفاوض أو الخيار السياسي هو غير قائم بالنسبة للحركة، وأن أعضاء المكتب السياسي الخارجي اتفقوا عليه بأن يحيى السنوار عليه أن يرسم مسار الحالة المستقبلية، سواء كان فيما يتعلق اليوم التالي بمعنى أنه يستمر في سياقات المواجهة الآن في أرض قطاع غزة، بالإضافة أن أي اتباع مسار المفاوضات هو عليه العاتق، عليها الدور، عليه المسؤولية. ناهيك أن في منطقة الضفة الغربية، أيضا الضفة الغربية ما زالت الاعتقالات والسياقات الانتهاكات والاقتحامات هي ما زالت مستمرة. هم يريدون أن يقوضوا مجال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال القبضة الأمنية الثقيلة، من خلال الضربات الاستباقية والاحترازية في الضفة الغربية. قطاع غزة أيضا يحاولون قدر الإمكان إلى إنهاء المقاومة في قطاع غزة. فيما يتمثل نتنياهو يأتي لديه أكثر من معادلة في المنطقة، معادلته في قطاع غزة ما زالت مستمرة هي إزالة نزع السلاح وإزالة السلاح من أرض قطاع غزة. فيما يتمثل المنطقة الشمالية، نتنياهو معني تماما
هناك انتظار، هو ينتظر، بالعكس هو ينتظر ان يكون هناك رد من الرد من ايران على اغتيال اسماعيل هنيه. لماذا هو ينتظر؟ هو يريد ان يقدم شكوى بحق الامم المتحده، او بحق يعني ان تقدم شكوى للامم المتحده ان ايران انتهكت السياده الاسرائيليه. لماذا؟ كون ان اسرائيل والامريكا حتى هذه اللحظه لم يشيروا الى بكل صراحه انهم قاموا بعمليه اغتيال اسماعيل هنيه. ما زالت التحقيقات في ايران، اصبحت التحقيقات تشير ان هناك اكثر من دوله يعني بعكس ما اعلنوا في حاله فؤاد شكرا ان اسرائيل هي من اغتالته ولم تعلن انها مسؤوله عن اسماعيل هنيه. طيب شكرا لك على هذا الاجمال سريعا دكتوره تمارا عن انعكاسات الوضع الميداني على الوضع السياسي، ولكن دعينا نناقش اكثر جزئيه اعلان حركه حماس يحيى السنوار رئيسا لها. قلت أن هناك رسائل أرادت حماس إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي، ولكن دعينا نفصل. هناك كثير من المراقبين وحماس نفسها قالت حماس ما قبل إسماعيل هنية غير حماس ما بعد إسماعيل هنية، ويبدو أن هذا بدأت بوادره بإعلان يحيى السنوار رئيسا لها. ما الذي يمكن أن يقوم به يحيى السنوار وهو رئيسا لحماس لم يقم به إسماعيل هنية، خصوصا أن إسرائيل كانت في كل جولات التفاوض تقول ننتظر رد السنوار، أي أن السنوار بحسب كثير من المراقبين يقولون أن القول الفصل كان للسنوار وحده، ولا أحد يملك أن يضغط عليه سواء من المكتب السياسي لحماس أو من أي دولة أخرى. طبعا هو يحيى السنوار هو المسؤول الاساسي، يعني حتى لو كان هناك اعضاء مكتب سياسي في الخارج في قطر، ولكن ليس لهم ثقل او دور في عمليه الضغط على يحيى السنوار. والدليل ان المفاوضات حتى هذه اللحظه لم يكن هناك نوع من التوافق، كان دائما يتحدثون اعضاء المكتب السياسي في الخارج انه هناك اصبح حاله ايجابيه من حدوث هذه المفاوضات، ولكن ارض الواقع ميدانيه عملياتيا كان يحيى السنوار يرفض الكثير من النقاط فيما يتعلق الانسحاب جيش الاحتلال، فيما يتعلق وقف إطلاقنا، فيما يتعلق العديد من الأمور ايضا يحيى السنوار كان يرفضها. فبالتالي الآن اصبح الثقل فقط كليا ليحيى السنوار، كان قبل السابع من اكتوبر او بعد السابع من اكتوبر، فان عمليه اتخاذ القرار فقط لشخصيه واحده وهو يحيى السنوار. يحيى السنوار هو المتحكم في ارض قطاع غزه كمنطقه جغرافيه، نقل حركه حماس كناحيه غزيه وكناحيه كوادر، وايضا اكبر عدد ممكن من الذين ينتمون الى حركه حماس هم متواجدين في ارض قطاع غزه. هناك قرابه حسب الاحصائيات المتوفره قرابه يعني 300 الف مواطن غزاوي هو ينتمي لحركه حماس، ناهيك عن ارقام اخرى قد يكون هناك اكثر من ذلك وقد يكون اقل من هذا نتيجه عمليه الاغتيالات او قتل او القصف الجوي الذي طبعا كان في خلال فتره 11 أشهر الماضيه. فبالتالي اصبحت الان رساله واضحه ان اتجاه حركه حماس هي اتجاه نحو المحور الايراني وليس المحور القطري او التركي، وان الجانب السياسي او جانب الاعتدال هو غير قائم حتى هذه اللحظه، بمعنى ان الفكر الذي يحمله السنوار هو فكر يشابه تماما لما يحمله تحديدا فيما يتعلق ايران والقوى المنطويه. الان اصبحت ترسخت هذه المعادله أن يحيى السنوار يتجه اتجاها كليا نحو تعزيز علاقاته مع إيران التي كانت قبل وبعد حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى تقليل نفوذ سواء كان تحديدا فيما يتعلق البعد القطري وأيضا أي نفوذ آخر. فهي رسالة واضحة للإسرائيليون، هي تحدي، وأن سياسة خيار المقاومة زال قائما حتى هذه اللحظة، وأنها عملية أيضا لماذا الآخرون لم يختاروا أن يكون رئيسا خارج ايضا قطاع غزه، لان يعلمون تماما ان سياقات الاغتيالات هي قائمه، هم لا يريدون ان يتحملوا مسؤوليه، لا يريدون ان يحملوا مسؤوليه الدول التي ايضا تحويهم سواء كان قطر او حتى على مستوى تركيا، فبالتالي هم يريدون ابعاد الاغتيالات او حتى على مستوى الضغط على هذه الدول. اصبحت هناك نظريه جديده على ما يبدو ان الكيان الاسرائيلي الان وضع هدفا فيما يتمثل اغتيال يحيى السنوار، وهذا يعني ان الكيان الإسرائيلي عندما أشار أن عندما تم اغتيال هنية والآن جاء شخصية أكثر تشددا فبالتالي علينا اغتيال هذه الشخصية، واضح تماما أنه يريد على ما يبدو أن الكيان الإسرائيلي سوف ينهي القيادات المتمثلة بما لها علاقة بالمقاومة وكحليف لإيران، واحتمال نحن الآن ضمن مسار هذه الاغتيالات إلا إذا كان نعم. هناك طيب.
أنا يحيى السنوار غير نهجه. نعم. عذرا للمقاطعة، لكن دكتورة تمار أعود لسؤالي، ما الذي سيتخذه السنوار؟ كان إسماعيل هنية يعني عندما كان رئيسا للمكتب السياسي غير قادر على اتخاذه. إذا تحدثنا بكل واقعية، من الذي يتحكم بأرض قطاع غزة اليوم؟ علينا أن حسب نتحدث مراقبين يحيى السنوار. نعم نعم، هو يحيى السنوار يتحكم، لكن من يتحكم بحصار أرض قطاع غزة؟ إسرائيل. إسرائيل الآن تسيطر كليا على أرض قطاع غزة، فبالتالي يحيى السنوار هو معني بعملية رفع الحصار، معني بعملية أن يكون هناك وقف إطلاق النار حتى ينقذ على الأقل المدنيين، لكن إسرائيل غير معنية بهذا الأمر، نتنياهو غير معني بهذا الأمر، نتنياهو معني بإطالة الحرب أطول فترة ممكنة، وهو يريد أن يفصل منطقة الجبهات أو توحيد الجبهات عن بعضها البعض، بمعنى أن يبقى في عملية أرض قطاع غزة بأن يحتلها عسكريا أو أمنيا، ثم أن يجد إدارة لها علاقة بالبعد المعاشي غير معادية لإسرائيل. أيضا ولكن يعني دكتورة تمارا، ليس بالضرورة ما يريده نتنياهو سيحققه، هو فشل في القضاء على حماس، فشل في قتل كل قادة حماس، فشل في تحرير الرهائن أحياء، فليس كل ما يطلبه ينجح في تحقيقه. ولكن على ضوء هذه الجزئية دكتورة تمارا، كثيرون تساءلوا ما هو وضع مفاوضات التوصل إلى اتفاق هدنة خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن حماس قد أعلنت بعد اغتيال هنية أن المفاوضات جمدت أو ستجمد إلى ما لا نهاية. ما هو مصير المفاوضات الآن تحت قيادة السنوار من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري المفاوضات هي قائمة، هي قائمة أمام الإعلام حتى يمتص نتنياهو غضب الشارع الداخل الإسرائيلي، تحديدا أهالي المحتجزين الإسرائيليين. لكن نتنياهو واليمين المتطرف سوف يستغلون أن يحيى السنوار على رأس هرم المكتب السياسي، عملية استغلاله من أجل أن يكون هناك عرقلة كليا لكل المفاوضات. أعتقد أنها الآن هي مجمدة، وصحيح هي قائمة من تحت أسفل الطاولة بعملية التشاور فيما يتعلق من سوف يحكم ممر فيلادلفيا، أو عملية الانسحاب ممر نتساريم، أو عملية وقف أو تحقيق المرحلة الأولى. لكن عندما يأتي كشخصية مثل يحيى السنوار الذي دائما مصمم فيما يتعلق الانسحاب أو الوقف إطلاق النار، أعتقد سوف يكون هناك بالفعل صعوبة. ناهيك أن نتنياهو معني تماما بإخراج قيادات حركة حماس إلى الخارج، وأيضا إخراج الأسرى الفلسطينيون الذين قد يخرجوا من المعتقلات الإسرائيلية، قد إخراجهم إلى خارج الضفة الغربية أو قطاع غزة. فواضح تماما أن مسارات المستقبل في القادم بالنسبة للإسرائيليون هي تقويض حركة حماس العسكرية، تحديدا العسكرية. بالمقابل إذا كان هناك توافق أو تغير نهج يحيى السنوار، ولكن لا أعتقد ذلك طالما أن يحيى السنوار هو القائم، وأيضا هو متجه تماما نحو المحور الإيراني، بأن يكون هناك نوعا ما من فكفكة العقد التي أصبحت الآن بحاجة إلى حل كبير جدا. فبالتالي رغم أن يحيى السنوار شخصية براغماتية، قد يكون هناك شخصية أقرب للمصالحة، شخصية معنية بأن يكون هناك حل بتوحد وأيضا ما بين كافة الفصائل حتى على مستوى سنأتي لهذه الجزئيات، سنأتي لها تفصيلا فيما يخص علاقة حماس مع السلطة الفلسطينية تحت قيادة السنوار. ولكن قبل أن نتحول إلى هذه الجزئية دكتورة تمارا، أود سؤالك عن جزئية مهمة أيضا. بعد اغتيال أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي في فلسطين، اتخذت الحركة قرارا بأن يكون رئيس مكتبها في الخارج، تم اختيار خالد مشعل وبعد ذلك إسماعيل هنية. عودة حماس لاختيار أن يكون القائد في داخل الأراضي الفلسطينية، ما هو الهدف من هذا المنح أيضا وهذا الاتجاه؟ الهدف أن يتحمل مسؤولية، يعني هذا التحليل الواقعي، يعني تحليل محايد ليس له علاقة بحماس أو فتح، لكن حركة حماس الخارج تريد أن تسلم المسؤولية كاملة ليحيى السنوار، وتشير أن الذي قام وخطط ونفذ عملية طوفان الأقصى الآن مسؤوليتك بأن تقوم بوقف هذه الحرب. فبالتالي على ما يبدو أن الجانب القطري سوف، أو بمعنى الأحرى الذين ينتمون إلى المحور القطري الذين يعني أقرب إلى قطر، أعتقد أن الآن باتوا يريدون رفع أيديهم تحديدا فيما يتعلق
مسؤوليه ان السنوار هو المسؤول، وناهيك نعلم تماما ان هذه لها علاقه ببعض الاغتيالات، يعني هناك خوف في القيادات المتواجده في الخارج من بعض الاغتيالات، وبالتالي ان يحيى السنوار الان متواجد في منطقه قطاع غزه قد يكون محمي تحت الانفاق اكثر من متواجده في قطر او تركيا، قد وهو الذي يتحمل وعليه ان يتحمل مسؤوليه وعليه دور ان يتحمل في ترسيخ هذه المفاوضات، بمعنى انها عليها عاتق، سواء كان عاتق تحقيق هذه الهدنه، عليها عاتق باخراج سيناريو ومخرج من المشكله التي تم ادخالهم بها بمشكله طوفان الاقصى، هذا ما يعتبرونه بعض القراء، وايضا في سياق اخر ان انت عليك مسؤوليه بايجاد حل لما يحدث، واعتقد ان ايضا نقطه ثالثه الكيان الاسرائيلي على ما يبدو ان كما حدث في الرنتيسي بعد استشهاد قائد حركة حماس سابقا، على ما يبدو أن بعد 17 تم اغتياله، على ما يبدو أن أصبح يحيى السنوار هو على رأس هرم هذه الاغتيالات، وبالتالي إذا كان هناك اغتيال ليحيى السنوار فأعتقد أن حركة حماس سوف تبدأ من جديد نحو اتباع خيارات أخرى بأن تكون هي ذات أكثر اعتدال أو ذات أكثر ذات البعد السياسي، لكن على ما يبدو أن ما زال حتى هذه اللحظة هي نقطة مفصلية أن توجه حركة حماس تحت قيادة السنوار هي متجهة تماما نحو خيار المقاومة أو خيار المحور الإيراني واتجاهات المحور الإيراني. تحت خيار المقاومة هنا يأتي الخلاف أو ربما يعزز الخلاف بشكل أكبر، كان الخلاف بين الفصائل الفلسطينية عن طريقة تحرير الأراضي الفلسطينية، هل بالمقاومة الدبلوماسية والسلام كما يعلن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، أم بخيار المقاومة والكفاح المسلح كما تعلن حماس وبعض الفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى. على ضوء الخلاف المتجذر منذ أكثر من 15 عاما، الآن ما هو شكل وطبيعة العلاقة بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية تحت قيادة يحيى السنوار؟ أولا الرئيس الفلسطيني لديه قرار في سياق أن أي انضمام لحركات المقاومة تحديدا حماس والجهاد الإسلامي عليها أن تعترف بسياقات منظمة التحرير، منظمة التحرير لها علاقة بالشرعية الدولية والقانون الدولي واتباع كافة أشكال المقاومة عدا المقاومة المسلحة، بمعنى لها علاقة بالمقاومة السلمية، لها علاقة بالمقاومة الشعبية، إذا قبلت حركة حماس هذا الأمر أو الجهاد الإسلامي فإن أبو مازن تحديدا ما يتعلق بالرئيس الفلسطيني يشير يعني أن الباب مفتوح إلى الجميع. أعتقد أن هناك ما زالت العلاقة هي غير يعني صعبة جدا. ولكن باختيار يحيى السنوار وكما أشرت أنت دكتورة تمارا أن الحركة تتجه إلى المنحى المسلح أكثر، ومن ثم يمكن على بناء على طرحك نرى أن لا أفق أيضا لأي مصالحة وطنية فلسطينية بين الفصائل الفلسطينية مع وجود يحيى السنوار على رأس حماس. إذا تحدثنا بكل واقعية كشخصية يحيى السنوار هو كان معني بالوحدة، ولكن هل هو سوف يقبل بضوابط ومحددات الدخول إلى منظمة التحرير؟ هنا المعضلة الأساسية، هل يقبل يحيى السنوار أن يعترف بالقانون الدولي القوانين الدولية والشرعية الدولية؟ هل يقبل بالانضمام لمنظمة التحرير وأن يكون هناك برنامجا سياسيا كما برنامج السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية؟ أعتقد أن هذا الأمر صعب جدا أن يتفق مع يحيى السنوار. يحيى السنوار معني بعملية الوحدة، أن تكون هناك اتجاه يعني عملية إقرار برنامج مقاوم يشمل الجميع بما يشمل أيضا المقاومة المسلحة والمقاومة العسكرية. الرئيس الفلسطيني لا يقبل المقاومة العسكرية في الضفة الغربية، لماذا؟ لديه الرئيس الفلسطيني نقطة هو يشير أن أي عملية تحول في الضفة الغربية إلى مقاومة مسلحة سوف تتخذه الإسرائيل ذريعة بتحويل الضفة الغربية كما أرض قطاع غزة، وهذا شيء منطقي جدا. لماذا؟ لأن الفلسطينيون في الضفة الغربية لا يملكون السلاح، يعني كأين سوف يأتي هذا السلاح ويقاوم هذا الاحتلال؟ فبالتالي هناك في تجريد كلي من منطقة الضفة الغربية من السلاح، فبالتالي أي مقاومة هي لا تستطيع هذه مجابهة الترسانة العسكرية سواء كان الطائرات والطائرات المسيرة وأيضا استخدام الذكاء الاصطناعي. فبالتالي الآن الرئيس الفلسطيني هو يستخدم الخيار السياسي أو الدبلوماسي لعل وعسى أن تنقلب الموازين القوى، أن تكون هناك نوعا ما مع المستقبل إيجاد هذه الدولة الفلسطينية. صحيح أن الإسرائيليون يعني يستخدمون هذا الأمر
وكأنه ضعف لاستمرار مخططاتهم، لكن الرئيس الفلسطيني لا يملك خيارا آخر، لا يستطيع أن يشكل مقاومة مسلحة، وهذه المقاومة المسلحة سوف تستخدم من قبل إسرائيل كذريعة لتدمير كما حدث في قطاع غزة. فبالتالي عملية التواصل بين حركة حماس وأيضا حركة فتح، أعتقد أن صعب أن يكون هناك توافق بين كلا الطرفين. لو كان هناك توافق لكان ذلك قبل 20 عاما، بعام 2006. فبالتالي ما زال أن هناك عبارة عن فوارق كبيرة بين الفكرين، الفكر حركة حماس تحديدا فيما يتعلق عند مجيء يحيى السنوار. فبالتالي يحيى السنوار إذا كان نهج اتباع المحور الإيراني استمر على هذا النهج، فإنه صعب جدا أن يكون هناك نوعا ما من الوصول إلى التوافق، إلا إذا كان هناك تغير نهجه. وأعتقد أن هذا الأمر صعب جدا. واصلت الفكرة. شكرا لك دكتورة تمارة حداد الباحثة السياسية، كنت معنا مباشرة من رام الله.